والله معنوياتنا مقفول بصايت الله وصايتكم، ونسأل الله الكريم أن ينصر الحق ويدبق الباطل، والحمد لله إن شاء الله الباطل اندبق، ونحمد الله ونشكر بثنا إلى حسن وإلى إلى الله. ثلاث شهداء ساجد وماجد ومحمد كلهم جلهم أبطال، ها والله على راسي. وأشكر ولد الملحة وأشكر كل شيء، كل إنسان شريف ولد الملحة ونعم منهم، وأشكر كل إنسان شريف أشكره. أولاً أبارك للقوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب، وإن شاء الله قادمون علينا وانتظرونا يا موصل، وكم منصورين إن شاء الله. مدينة القيارة مدينة الأنبياء، هذه أرض نينوى الحجبار أم التاريخ أم يونس، هذه قيارة العظيمة أبنائها شعبها الغالي. اليوم داعش الإرهابي استخدم الناس كدروع بشرية، استخدم المواطنين الأطفال النساء، خطف الأزيديات، فجر البيارة، حط الهاونات، حط بيتي أنت، حط بيها غاز الكلور، استخدم الأبنية الأسطح كلها متفجرات. فاليوم أبناء القيارة يحيون الجيش العراقي وينتصرون على الباطل. اليوم أهالي القيارة ينتفضون ضد ظلم داعش، وكلهم يتحشدون هم ونسائهم وبناتهم وأطفالهم ضد داعش. الدبابة بعد ما طب المدينة يأشر له يقول له هذا داعش، هذا مناصر. حتى المناصر كلهم هسه شتفوهم بالقوامية هناك بالدائرة، هي خالية لحد الآن، هسه ذولاك هم كلهم مشتفين. والحمد لله وشكر بعد الأمور جارية منا الأسبوع، كل شيء تفض وقيارة كل شيء ما يبي، وندعو النازحين إلى التوجه للقيارة، والخدمات عادت. المشروع مال الماء هسه قام يعطي مي، الكهرباء جاي يسوونها، والحمد لله وشكر كل شيء ما نريد. قيادة عمية نينوى لها شكر، نجمة جبوري البطل، والجيش العراقي والفرقة الذهبية الأسدي نحييهم وفوق روسنا ونعاونهم، والحمد لله وشكر، وندعو الأهالي والمواطنين وكافة الشعب العراقي التعاون مع الأجهزة الأمنية بحيث ما يرجع داعش. والله داعش قتلنا قتله، عدم اخوانه وعدم كل الناس. والله شكرا 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 للمساعدات، جيد جيد. نشكر قوات مكافحه الارهاب على تعاونهم ويا المواطنين، وما طبوا سالونا بكل هذا بكل اخلاق بكل احترام، وحيل كانوا متعاونين معنا. وقوات مكافحه الارهاب ماكو طلعوا احسن ناس غير اللي كنا نسمع منه، ما شاء الله تعاونوا ويانا، والاضرار قليله ان شاء الله، والمشروع ما شاء الله زين. بس تبقى شنو؟ تبقى تعاون المواطنين حتى ما يبقى ناس تأذي المنطقه، يعني خلايا النايمه كذا ما ان شاء الله تهد زين، وان شاء الله قياره وان شاء الله تصير احسن من قبل ما كانت عليه. معاناه كانت قبل، يعني ارزاقنا اني حلاق اشتغل عزلت، محسبه ملاحقين كذا هذا حلق ليش زين كذا ليش زين، عزلنا الحمد لله. ان شاء الله ترجع الحياه احلى من قبل، خسرنا كل شيء، سياراتنا فلوسنا كلها راحت بسبب داعش. شكر قناة الموصلية على هذا التدريس، ونبشر أهالينا بنينوى أنه الجيش جايينهم ويخلصونهم من كل أضرار داعش النجس اللي أنهى التعليم وأنهى كل وسائل الحياة ودمر حياتنا، والله يوافيكم ويجازيكم. طالب كلية ونهوني سنتين صار لي ما داخل الجامعة، ونبشر الطلاب اللي بالموصل وأهالينا بالموصل أن النصر جايهم، بس يصبرون ويتكلون على الله، والحمد لله وشكرا جزيلا. من خلال هذا المنبر الشريف نبارك لأهالي القيارة وأهالي الموصل خاصة بأن القوات الأمنية قادمة إليكم، ومن هذا المنبر نوصي أهالي الموصل بالتعاون مع القوات الأمنية مثل القيارة، يعني الحمد لله طبت علينا مكافحة الإرهاب كل احترام. أقول لهم لا تدواعش، نزلتوا من قيارة على الموصل تحسبونا ما نلحقكم، أعطينا خمس شهداء وين تروحون؟ عرق وراكم المواصل التطهر، يعني التطهر، وهاي رجلي 46 يوم تكلم بيا وين رميت؟ 46 يوم دع على يدي من التعليق، بيت ذياب العويده اللي يطلع مني يقتلون ما يرحمونا، بيوتنا بالحوش كلها وقعوها. اوجه رساله لولد حمد الله وطيبين عميره ورب علمنيه، جايكم جايكم جايكم، وباذن الله نجيكم. العالم تيجي تبيع ما تقدر، تقيدنا والله حيل مو شويه، يعني يقطعون رزق العالم، لا قبل ياخذون الدشات يكسرونهن ما يقبلون. ما داعش دمرني، دمر حياتنا، اخوات صار سنتين بكركوك ما شايف. عمو قال لنا المواصلية ممنوع يشاهدونها، وكسروا الدشاش اقتحموا البيوت، قلنا لهم هذا البيت فيه نسوان، قالوا ماكوش نسوان، طبوا اقتحموا البيت، قلنا لهم ما يصير يا اخويا، المحلات بيت الضباط فج
شيء، بل هذه اطلع على اجانب اشكال يجوني، ما يصير الله الاجانب انهزموا بس اكو جوا بالمستشفى كمشوهم الجيش الابطال، كمشوهم جتلوهم شو اسمه ما يدرون بالوضع، ظلوا يضربون طلع لهم مدني قتل واحد ما يدرونه، مدني قتلوا بالمسدس، واثنين الاخر قتلوهم. نشكر الموصلية والله كانوا محاربين على الموصلية. محاربين فد مره، لا خلونا ندحن على الموصلية، لا شيء انتم كفار، يعني دمار دمار، الله يشهد، ونشكر الموصلية، نشكر الفرقة، نشكر الجيش، كل ما نشكر الود، ونشكر الحشد على رؤوسنا.